قامت الجمعية بتنظيم حفل تكوين لفائدات خريجات من برنامج الحلاقة والتجميل في إطار مشروع أوراش اللي مدعم من طرف المجلس الإقليمي وأيضا المجلس الجامعي لأزيلة مشكورا. التجربة اللي هي نموذجية رغم أن المدة ديالها مدة 4 شهور غير كافية باش هاد البنات نكونوا هم واحد العدد ديال الجدادات وايضا في مهارات وفن الحلاقه والتجميل، ولكن الحمد لله حاولنا باش نخرجوا 25 فتاه، واليوم حصلوا على شواهد ديال نهايه التكوين اللي تمكن يخول لهم باش يدخلوا لسوق الشغل. كنشكروا سيدنا على هذه المبادره الملكيه ديال المشاريع ديال اوراش اللي كانت صراحه تجربه ناجحه، وكنشكروا الناس اللي سهروا وساهموا ووقفوا معنا في هذه المبادره هذه اوراش الملكيه. نشكروا طيرين الناس اللي سهروا على هذا الشيء كامل، واخا كانت المده قصيره مده 4 اشهر ولكن استفدنا، وكانت تجربة اللي ناجحة وزوينة وخرجنا بشواهد تقديرية اللي غادي نحاولوا نديروا إن شاء الله مشاريع بهم، وأننا نديروا مجهود أننا ندمجوا تحنايا تجربة بالمجان تدرتها لنا أوراش بالمجان، وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.